عن المقاولون العرب. نادي المقاولين العرب، النادي اللي نجح في عمل أمجاد كبيرة جدا على مستوى كرة القدم المصرية، تحديدا في فترة الثمانينات، أمجاد لنفسه على المستوى المحلي بالحصول على لقب بطولة الدوري المصري وقتها لمرة وحيدة لم تحدث بعد ذلك حتى الآن، بيحاول إن هو يقرب للفترة دي من وقت للتاني. خلالها نافس على لقب الكأس ومعرفش ياخد في الثمانينات، لحد ما خد في آخر سنة في الثمانينات بطولة الكأس. ولكن خلال الفترة دي كان المصري المتوج ببطولتي إفريقيا أبطال الكؤوس في سنتين متتاليتين، وكان رايح للتالتة لولا أن الأهلي هو اللي قرر يوقفه وياخد منه اللقب سنة 84 بعد 83 و82 اللي خدها نجوم المقاولون العرب. الحقيقة أن المقاولون العرب الفريق اللي رفع اسم مصر عاليا في فترة الثمانينات، اللي كان جمهور الكرة المصرية بمختلف انتماءاته بيروح يحضر ماتشاته بعشرات الالاف عشان يشجعه في المباريات النهائية، سواء وهو كسبان مباريات الذهاب او وهو محتاج يكسب مباريات الاياب عشان يعوض خسائر مباريات الذهاب. النادي العملاق الكبير المقاولين العرب اللي تاريخه بيتذبذب ما بين فترات هبوط، لكن دايما تبقى عارف انه هيصعد مرة تانية علشان يتوج بالالقاب، زي ما حصل في بداية الالفية لما هبط، ولما كانت مشاويره الكروية في مرحلة ظن البعض ان خلاص المقاولين العرب خلص، بتلاقيه فجأة بيصعد مرة تانية وبياخد بطولات على حساب الاهلي مرة في الكاس وعلى حساب الزمالك مرة في السوبر المصري. النهاردة هنتكلم عن تاريخ نادي المقاولون العرب، وهينورنا نجم كبير من نجوم المقاولون العرب تحديدا في فترة الثمانينات، هقول لكم هو مين، لكن بعد ما نستعرض كده جولة سريعة عن هذا النادي الملقب لاعبوه بذئاب الجبل. المقاولين العرب اللي تأسس سنة 1973، اللي أسسه المهندس حسين عثمان صاحب فكرة الإنشاء، هو أول رئيس للنادي. نادي المقاولون العرب اللي توج بثمان بطولات طوال تاريخه، كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لما خدها سنة 82 وقتها كسبوا باور دينموز الزامبي، اللي توج ببطولة سنة 83 لما كسب أجازة التجولي في السنة التالية، والفريق اللي توج أيضا ببطولة 96 بأربعة أهداف دون مقابل على سودي جراف الكونغولي. الفريق اللي توج ببطولة الدوري المصري الممتاز في مرة وحيدة سنة 82-83 لما جمع 34 نقطة، وكان وقتها بينافسوا الزمالك بفرق نقطة واحدة بس لصالح الفريق الأصفر والأسود، وكان وراهم على طول الأهلي بنقطة عن الزمالك وبنقطتين عن المتوج باللقب المقاولون العرب. ذئاب الجبل نجحوا في إن هم يحصدوا بطولة كأس مصر ثلاث مرات، أولهم كانت سنة 89 لما كسبوا منتخب السويس وقتها بهدفين لهدف، وبعديها لما خدوا البطولة مرة تانية بعدها بخمس سنين قدام المحلة بنتيجة 2 دون مقابل، قبل ما يتوج الفريق بالبطولة الثالثة لكن في الألفية، وكانت على حساب الأهلي سنة 2004 ما تنسوهاش أكيد أنتوا المباراة دي، لما شادي محمد اطرد حارس مرمى الأهلي ووقف شادي محمد كجول كيبر وفاز المقاولين العرب وقتها بنتيجة 2-1 لما روبرت أكواري ومحمد فهيم سجلوا للمقاولين العرب. كاس السوبر بطولة وضعها المقاولين العرب في دولاب بطولاته الثمانية لما كسب على حساب الزمالك بنتيجة 4-2 في صيف سنة 2004 لما كان بيدربهم وقتها الأسطورة التدريبية الكابتن حسن شحاتة، اللي بدأ أسطورته التدريبية من هنا من مشوار المقاولين عشان منه ينضم للمنتخب الوطني، واللي بعد كده تاريخ وذكريات لا تنسى ولن تمحى من تاريخ الكرة المصرية والإفريقية حتى من بعد المرحلة دي مباشرة. المقاولين العرب أرقام كبيرة جدا اتحققت عنده لاعبين صنعوا تاريخه سواء في الثمانينات أو لو تقدمنا في خطوات تالية. عبد الرزاق نجم الكرة الغانية، اللاعب اللي بيتقال عنه كلام كبير قوي انه لاعب سابق عصره، انه لاعب عنده عيون مختلفة عن عيون اللاعبين، هنعرف ايه قصة عبد الرزاق، وهنتكلم كمان عن أنطوان بيل حارس المرمى الكاميروني اللي كان موجود في جيل الثمانينات العملاق للمقاولين العرب وبعديها مشي وواجه المقاولين العرب. لو نفتكر كمان النيجيري جون أوتاكا، هو اتعرف من خلال المقاولين، ما عملش انجازات مع المقاولين لكن اتعرف مع المقاولين، واللي بعد كده انجازات لكن مع الدراويش الاسماعيلي.
عندهم احمد علي الهداف التاريخي لنادي المقاولون العرب. هنا بقى لو رجعنا سنتين ثلاثه بس قبل ما ينتقل الى نادي بيراميدز، محمد صلاح هل ينسى حد محمد صلاح؟ لا. هل في اعلى من محمد صلاح في مشوار الكره المصريه؟ اكيد لا. محمد صلاح خرج من هنا من نادي المقاولون العرب ومعه من نفس جيله محمد النني اللي انتقل بعد كده ومع محمد صلاح سواء الى بازل او انضم الى ارسنال ومنه الى بشكتاش في المرحله الحاليه. طارق سليمان حارس مرمى الاهلي السابق وحارس المقاولين العرب اللي لعب سنوات طويله في التسعينات وبدايه الالفينات، عبد الستار صبري نجم الكره المصريه المتوج بعد كده سنه 98 ببطوله امم افريقيا مع منتخبنا الوطني، سعيد الشيشيني جيل الثمانينات بقى وما ادراك ما جيل الثمانينات اللي بنتكلم على المقاولين بسببه، ومعاه كابتن حمدي نوح اللي ما كانش بيفوت ماتش الا لما بيسجل فيه هدف او اتنين في فتره الثمانينات، علاء نبيل، جمال سالم اللي هيكون منورنا النهارده.